السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هنا لدينا المنتصي وحدة تقضية الحاسوب، لقد توقفت عن العمل، سوف نجربها أمامكم وسوف نرى كيف هي تعمل. عندما نوصلها بالكهرباء سوف ترون أن المروحة تنطلق وتتوقف. سوف أوصل السلك الأخضر، سوف أوصل السلك الأخضر مع السلك الأسود وسوف نرى، سوف أوصل وأقطع، ترون المروحة تشتغل وتتوقف كما ترون. هكذا عندما أوصل تتوقف، سوف أضعه هكذا. في هذه الحالة يعني أن الكهرباء لقد وصلت إلى هذه، لقد وصلت إلى المروحة، إلى هنا، إلى هذه المنطقة، فلذلك ونسمع لنا تقوم بعملية الانطلاق ولكنها لا تنطلق، لا تشتغل الوحدة التغذية. هنا يعني أن المنطقة الحارة التي تكون فيها الفولتية 220 فولت يعني تكون سليمة 90%، يعني تكون سليمة، وهذه المنطقة هي التي تكون فيها يعني الانقطاع أو تكون فيها شورت، يعني فيها ماس كما نقول احنا، يكون فيها ماس. سوف نبحث عن الشورت هذا الذي وقع في هذه المنطقة، ولكن قبل أن نقيس هذه المنطقة سوف أعطيكم بعض الأمور التي نتأكد بها في هذه المنطقة. نزع الكهرباء، وعند نزع الكهرباء تبقى الكهرباء هنا 300 فولت عند هذه المكثفة الكبيرة، هنا توجد بها كهرباء، يجب أن نفرق هاتين المكثفتين الكبيرتين، يعني نضع عليهم مقاومة مثل هذه، مثل ما هذه ننزع الكهرباء منهم لكي لا تكون صعقة لتخزين الكهرباء الموجودة في المكثفتين. سوف نرى عندما ننزع البراغي من هنا، أربع براغي، سوف نقلب اللوحة وننزع الكهرباء، كذلك نستطيع أن ننزعها عن طريق مفك البراغي، وسوف ترون كيف تكون الكهرباء التي هي مخزنة. هكذا يعني أفرقنا الشحنة الموجودة في المنطقة الحارة. المنطقة الحارة ها هي، من هنا يوجد فاصل بينهما كما ترون، هذا هو الفاصل، المنطقة الحارة والمنطقة الباردة. المنطقة الحارة يعني أنها تحتوي على 220 فولت، يعني أن الإنسان يحذر أن يلمس في أي منطقة من هذه المناطق إلا بعد نزع الكهرباء ونزع تلك الشحنات الموجودة. أولا يوجد كما ترون هنا، يوجد فيزيبل وتوجد مقاومة حرارية، نقيس الفيزيبل ونقص المقاومة الحرارية عن طريق الجرس، نضع الملتيمتر في وضع الجرس هكذا، وضع الجرس نتأكد من الملتيمتر أنه يعمل، هو يعمل. سوف نقيس أولا الفيوز، أو الفيوز يعمل، المقاومة الحرارية كذلك تكون في وضع جرس لأنها تتوقف عندما ترتفع درجة الحرارة،
توقف لدينا هنا الدايودات. الدايودات عندما تنتقل الكهرباء من هنا إلى المقاومة الحرارية إلى الدايودات، يعني الموحدات. هذه الموحدات التي تجعل التيار المستمر من تيار متناوب إلى تيار مستمر، تذهب الكهرباء إلى المكثفات. المكثفات تكون فيها فولتية 300 فولت. سوف نقيس الموحدات ونرى هل الموحدات سليمة أم لا. أولا الدايود الأول، هنا لا توجد قراءة، هنا لا توجد قراءة. سوف نقلب دايودات الاثنين، هنا توجد قراءة وهنا توجد قراءة. هذان دايودين سليمين. سوف نذهب للدايودين الآخرين، هنا توجد قراءة. عندما نقلب لا توجد قراءة، توجد قراءة وهنا لا توجد قراءة كما ترون، يعني الدايودات سليمة. هنا الدايودات سليمة. لنتأكد من المكثفين في وضع الجرس، يعني توجد قياسين، القياس عن طريق المكثفات وقياس عن طريق الدايود أو الجرس. سوف أضع على وضع الجرس ونقيس. ها هي كما ترون ترتفع القيمة. هنا المكثف سليم كما ترون، المكثف الثاني كذلك سليم، المكثف كذلك سليم كما ترون. نقلب هكذا. عندما تكون القيمة ترتفع من الصورة الكبرى هنا نرى أن المكثف سليم، يعني المكثفين الكبيرين سليمين. إذن هذه المنطقة كامل راح سليمة، تبقى فقط في الموسفت، الترانزستور الموسفت. ترانزستور الموسفت يوجد ثلاث ترانزستورات، هنا هذا ترانزستور واحد وهذا اثنان وهذا ثلاثة. هنا في بعض الأحيان يوقع شورت في الترانزستورات، ولكن عند وقع الشورت يعني احتراق تام، ترى أن اشتعال النار أو فرقعات صوت انفجار، في هذه الحالة لا نغير مباشرة، يحترق الفيوز، لا نغير الفيوز ونشغل وحدة التغذية، فإنها تفعل نفس الانفجار أو نفس الاحتراق. فلذلك دائما نتأكد من ترانزستور الموسفت. هنا لدي الترانزستور الموسفت الأول، سوف نقيسه، نقيس الثاني وكذلك الأول مع الثاني. هنا ترانزستور موسفت سليم لا يوجد به شورت. نذهب إلى ترانزستور الثاني أو الموسفت الثاني كما ترون القراءة هكذا. إنني أغير على جميع الاحتمالات على الأرجل الثلاث. نذهب إلى ترانزستور الثالث كما ترون لا يوجد جرس. وعندما نجد الجرس في أحد المصفتات يجب نزعه من البوردة، يجب نزعه من اللوحة ونقيسه وهو منزوع من البوردة. هي تلك القياسات الصحيحة، ولكن عندما نتأكد في البوردة لا يوجد به شورت أو لا يوجد به جرس فإن المصفتات سليمة. هنا تأكدت أن هذه المنطقة سليمة، يعني لا يوجد بها أي شورت وسليمة، يعني تعمل هنا 90%. هنا عندما قلت 90% يعني أن هذه القياسات التي أدركت أن هذه المنطقة سليمة. وكذلك نرى بالعين المجردة أي احتراق على المقاومات هذه الصغيرة أو الدايودة الصغيرة أو الترانزستور الصغير، أي احتراق أو أي إشارة تدل على احتراق أي عنصر، فذلك يدل على احتراق ذاك العنصر، ويجب نزعه أو قياسه ونزعه وتغييره به واحد ثاني. هنا عندما نكون في المنطقة هنا، يعني تكون المنطقة في هذه المنطقة توجد بها شورت،
كيف نتأكد أن من المنطقة هذه توجد بها شرط؟ في هذه المنطقة تأتي الفولتيات، كما ترى اللون البرتغالي هو 3.5-3.3 فولت، اللون الأسود جيادي يعني سالب، واللون الأصفر 12 فولت، واللون الأحمر 5 فولت. عندما نضع الكهرباء من هنا ونعطيه السلك الأخضر، نصير السلك الأخضر مع الأسود، ونرى هل توجد الفولتيات. عندما شغلتها لا توجد الفولتيات. نضع الملتيمتر على قياس الجرس كما فعلنا سابقا هكذا، ونتأكد من وجود الشورت في تلك المناطق، يعني مناطق الفولتيات. سوف نقلب البوردة، هنا كما نرى هذه منطقة جي ان دي، ومنطقة 3.5 فولت، ومنطقة 5 فولت، ومنطقة 12 فولت. سوف نقيسها. هكذا نضع وضع الجرس، هنا نضع السالب على السالب، ونرى إن كان هناك شورت. هنا يوجد شورت كما ترون، هنا لا يوجد شورت. سوف أتأكد من منطقة 3.5، كذلك يوجد شورت هنا كما تلاحظون، ومنطقة 5 فولت توجد شورت، ومنطقة 12 فولت لا توجد شورت. يعني في هذه المنطقة وهذه المنطقة توجد شورت. نذهب إلى 3.5، هذا مكثف، عندما تقرأون من هنا تجد أن 6.3 فولت، هذه 3.3 فولت، هذا مكثف 3.3 فولت، وهذا مكثف، هذا 10 فولت يعني مكثف 5 فولت، وهذا مكثف 12 فولت، ثلاث مكثفات 12 فولت 5 فولت و3.3 فولت. سوف أقيس عند المكثفات، سوف نجد شورت، منطقيا أننا نجد شورت، يعني ها هو كما ترون هذا المكثف فيه شورت، وهذا كذلك فيه شورت، وهذا المكثف 12 فولت لا يوجد به شورت كما ترون، يعني الماس موجود هنا في المكثف وهذا المكثف. سوف أتقدم بالمنطقة إلى الوراء، سوف أرى في هذه الدايودات ذات التيار العالي، هذه الدايودات ذات التيار العالي لديها ثلاث أرجل، هذا دايود وهذا دايود وهذا دايود كما ترون، هذه دايودات. نعم، في ثلاث دايودات. سوف أقيس هذه الدايودات وأرى توجد بها شورت أو لا، ويعني هي المنطقة الأخيرة التي تدل على أن الدايودات سليمة أو لا. هنا هذا الدايود في احتمال كبير في احتراق، هنا نذهب إلى الدايود هذا كذلك، هذا الدايود دايود شورت فيه شورتي يعني محترق كذلك. نذهب إلى الدايود الآخر، ها هو دايود 12 فولت، هذا الدايود يعمل، هذا الدايود سليم، هذا الدايود ذات ثلاث أشهر، هما دايودين في دايود واحد، يوجد دايودين في دايود واحد، وله رمز يعني موجب من هنا وموجب من هنا، ويكون السالب من هنا. عندما أضع الموجب من هنا وأضع السالب لا يعطي أي قراءة من هنا،
هنا أعطانا قراءة، سوف يعطيني قراءة من هنا، وعندما أقلب المجسيم هنا لقد أعطانا القراءة من جميع، لأنه موصول بالبوردة. يعني هذا الدايود لا يعطينا صفارة، لا يعطينا جرس، يعني أنه سليم. وهذه الدايودتين الاثنين، هذا الدايود الأول والثاني، يعني فيهم احتمال كبير أنهم محترقين، محترقين. ولقد وقع الشرط هنا. ولتأكد أكثر ننزع المكثفين، المكثف الأول والمكثف الثاني، ونقيسهم خارج البوردة، خارج اللوحة. يعني عندما تنزعهم سوف ترى أنهم يعملان نورمال، يعني يعملان، لا توجد بهما، لا يوجد بهم خلل. سوف أنزع هذا المكثف ونرى، سوف نقيسه خارج البوردة، وننزع كذلك الدايودين ونرى. سوف أنزعهم وأعود إليكم.